مع سعدون ضمد مرحبا بكم أعزائي المشاهدين يعد العراق من البلدان عالية الاستيراد حيث تدخل إليه كميات لا تحصى من السلع ولكن ما يدخل إلى خزينته من بحر الاستيراد كرسوم وضرائب يكاد لا يشكل رقما يذكر تنفذ أموال المنافذ إلى جيوب المتنفذين ولا أحد يحرك ساكنا ظل هذا الحال لسنوات طويلة اغتنى من اغتنى من اللصوص وتألم من تألم من الشرفاء وراقب من راقب من المعنيين. حتى بات هناك من يعتقد بان الدوله تحرس هؤلاء اللصوص وتغض الطرف عنهم حتى تحولوا الى حيتان كبيره. وكلما كبرت هذه الحيتان كانت مهمه اصطيادها اصعب، لذلك كان ادخال القوات المسلحه لحمايه المنافذ من لصوصيه طال عمرها هو امر يعكس صعوبه المهمه. هل يمكن اصطياد حيتان المنافذ هل وضعت الدوله يدها على طرق واليات السرقه هناك ما هي الايرادات التي دخلت خزينه الدوله منذ التحرك على هذا الملف وهل ستكتفي الدوله بطرد اللصوص ام لديها القدره على وضعهم امام القانون اذا اعزائي المشاهدين المنافذ الحدوديه هل ما زالت الاموال تهدر والقانون غائب هو محور حلقه لهذا اليوم من المحايد مع ضيوفي الدكتور عمر الوائلي مدير عام المنافذ الحدوديه والسيد معن الحسن معاون محافظ البصره وعضو مجلس هيئه المنافذ الحدوديه ارحب بكم وبهم اعزائي المشاهدين وادعوكم وادعوهم لمتابعه هذا التقرير تعد المنافذ الحدودية من أبرز المساهمين برفض خزينة الدولة لا سيما في الدول التي تعتمد الاستيرادات لسد حاجتها من المواد المستهلكة في الأسواق المحلية بعد تعطل الصناعة والزراعة فيها كما هو الحال في العراق عبر فرض الجمارك على تلك السلع وتنقسم هذه المنافذ إلى برية وعددها أحد عشر منفذا وبحرية وعددها خمسة وجوية وعددها ثلاثة بحسب الموقع الإلكتروني لهيئة المنافذ الحدودية عدا منافذ اقليم كردستان التي لا يعرف احد عدد المنافذ الرسميه وغير الرسميه فيه وفي السنوات الاخيره اصبحت هذه الهيئه محل جدل ونقاشات واتهامات في بعض الاحيان بفقدانها السيطره على تلك المنافذ لتقع تحت سطوه الجماعات الخارجه عن القانون بحسب توصيف الحكومه لها وهو عدد ليس بالقليل من هذه المنافذ فقد اكد نواب عن اللجنه الماليه الى ان نسبه 10 الى 20% فقط من ايرادات المنافذ الحدوديه تدخل الى خزينه الحكومه فيما تذهب بقيه الايرادات الى جيوب الميليشيات والاحزاب وبعض الشخصيات السياسيه المتنفذه فيما اشار اعضاء من لجنه الخدمات النيابيه الى سرقه ايرادات المنافذ الحدوديه واشتراك بعض الاحزاب بصفقات الفساد في ظل ضياع الاموال التي تستحصل من الرسوم الجمركيه والتي تقدر باكثر من 16 مليار دولار سنويا عدا ايرادات المطارات مبالغ الوافدين من اجل السياحه الدينيه، كل ذلك دعا الحكومه الحاليه الى اتخاذ اجراءات غير مسبوقه عبر اشراك القوات الامنيه وجهاز مكافحه الارهاب في السيطره على البعض من تلك المنافذ، كما حصل في منفذ مندلي فيما اوكلت لقياده عمليات البصره السيطره على الموانئ والمنافذ فيها، لكن هذا لم يمنع تلك الجماعات والاحزاب من استمرار عملها وتدخلها في تسيير عمل تلك المنافذ. وفق ما اشارت له تقارير ميدانيه حكوميه فكل حزب وفصيل مسلح له دور ومهام تختلف عن البقيه فاحزاب تتورط في تهريب وبيع النفط في الخارج واخرى ترتبط بتهريب المخدرات والحصول على اتاوات من تجار الخضار واحتكار المنتجات الغذائيه ولا يختلف الامر كثيرا على مستوى الاسلوب والممارسه في المنافذ الحدوديه الشماليه في اقليم كردستان العراق جديد ارحب بكم اعزائي المشاهدين ايضا ارحب بك اللواء الدكتور عمر الوالي رئيس هيئه المنافذ وليس مدير عام المنافذ الحدوديه اريد بالبدايه ابدو ياك من احصائيات عن السلع اللي كانت تدخل العراق العراق يقول لك بلد يعني استيراده فوق الطاقه وايش قد اثر التغير بسعر الدولار على الاستيراد ايش قد انخفض الاستيراد او ما انخفض خلال هاي الايام الماضيه بسم الله الرحمن الرحيم. بالتاكيد عمليه رفع صرف الدولار سيعمل على زياده سلع البضائع الموجوده عبر المنافذ الحدوديه. م. بالمقابل احنا كمنافذ حدوديه وضعنا خطه لمواجهه هذا الموضوع. م. يعني بصراحه اتكلم انه الهدف الاساسي للحكومه م. هو حمايه المواطن الفقير. نعم. وذوي الدخل المحدود. م. فشرعنا في هيئه المنافذ الحدوديه بتقديم مقترح الى مجلس الوزراء. نعم. بتخفيض الرسوم الجمركيه عفوا بتخفيض الرسوم الخاصه بالموازين الجسريه نعم من 10000 للطن الى 5000 مقطوعه زين يعني سابقا يعني من قبل ثلاث ايام نزولا مم. المستورد العراقي لما يجلب بضاعه من خارج البلد يدفع مبالغ طائله على اجور الميزان نعم وهي اجر واحد من مجموعه من الاجور نعم فبدل ما يدفع مثلا 500000 دينار يدفع 5000 مقطوعه على السياره الواحده نعم لا سيما أن أغلب المستوردين لديهم الكثير من البضائع الواردة إلى العراق فهاي العملية اللي قامت بها هيئة المنافذ الحدودية عادلة الميزان مم. فيما يخص رفع سعر الصرف يعني شو عادلة الميزان؟ يعني سابقا كانت المعادلة مم. لحساب الرسوم الجمركية تضرب في 119 ألف دينار مم. على حساب السابق سعر الصرف للصرف للدولار الآن سيكون المعادلة في 125 ألف بالتأكيد هذا سيرتد سلبا على المواطن الفقير 145 ألف 145 ألف بالنسبة للسعر الجديد مم. بالمقابل المنافذ الحدودية وبدعم من مجلس الوزراء صدرت قرار بتخفيض الرسوم الخاصه بالموازين الجسريه. مم. يعني الان الرسوم اللي خاصه على السلع المستورده راح ترتفع باعتبار تنضرب بالدولار الجديد، صح. الدولار الجديد. صحيح وبمقابلها الـ الـ الاوزان اوزان نعم. الشاحنات نعم. او الحمولات الداخليه ضريبه الوزن خفضتوها؟ نعم راح اقرب لك الصوره. عندنا ثلاث محطات، محطه مم. اثراء خزينه الدوله. زين شلون نسوي اثراء لخزينه الدوله؟ رفعنا سعر الصرف الى 145,000. بالمقابل خفضنا اجور الميزان فالمستورد من راح يدفع اجور على سعر صرف عاليه بالمقابل مجلس الوزراء صوت على قرار خفض الرسوم فصارت الكفه متعادله سابقا هسه هسه انتم هس هس تاخذون مقطوعه على الشاحنه 5000 على الشاحنه على الشاحنه فبط. سابقا, سابقا شلون تاخذون؟ شلون تستقطعون؟ 10000 على الطن 10000 على الطن يعني السياره اللي محمله 50 طن يدفع 500 الف دينار سابقا م -م -م. الان يحمل 50 خم طن 60 طن 20 طيب. طن يدفع مقطوعه 5000 طيب ما اريد اني استغرق كثير بس اكمل الفكره نعم فضل. استاذ العزيز رفعنا احنا وأربعين ألف سعر الصرف حتى نثري خزينه الدوله ونحقق ايراد عالي. م. بالمقابل خفضنا الكلف على المستوردين. خفضنا الرسوم الموازية الجسريه. م. الهدف الاساسي من رفع سعر الصرف لاثراء خزينه الدوله ومساعده المستورد بتخفيض الاجور الاجراءات الجمركيه حتى يبقى المواطن الفقير، يبقى الـ الـ ابناء الشعب العراقي محافظين على قيمه السلع في السوق المحليه. طيب، ما هذا قلت لك ما اريد استغرق يعني كثير من الوقت في هذا النقاش لانه أول نقاش يعني بمعادلات رياضيه وحساب وما الى ذلك. لكن يعني الان ما حصلنا شيء لانه من استحصلنا رسوم للدوله ومن هنا خفضناها، يعني بالنتيجه ما حصلنا رسوم للدوله بالعكس وبالمقابل صعدنا الرسوم على السلع. بالعكس بالعكس. الرسوم الجمركيه تذهب ايراد نهائي الى خزينه الدوله، يستفاد بعد كل ابناء الشعب العراقي وكل وزارات الدوله وكل قطاعات الدوله. م. الموضوع اللي خفضناه ما له علاقه بالايراد النهائي للدوله، هذا م. عباره عن امانات تذهب بعد خمس سنوات الى حوافز للموظفين الخاصين في وزاره الماليه م. الذين لديهم ابواب اخرى لهذه المخصصات وهذه الامانات. طيب. صراحه استاذي العزيز م. احنا نتكلم بامانه، التقرير اللي عرضتوه في بدايه الحلقه م. جدا صحيح، م. تجاوزات على المنافذ الحدوديه في مندلي وفي المنذريه، وهيبه الدوله كانت مفقوده، تدخلات خارجيه، تدخلات من جماعات غير غير منضبطه كلها صحيحه م. الان ما موجوده م. الان استنادا للمنهاج الوزاري الفقره الثالثه من الاولويات م. اللي هي فرض هيبه الدوله وحصر السلاح بيد الدوله مم. الان المنافذ الحدوديه تتواجد فيها قطاعات عسكريه مم. من قياده العمليات المشتركه وباشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحه منذ استلام السيد الكاظم اليوم لم يحصل طيب. تجاوز واحد على اي منفذ من المنافذ الحدوديه طيب. الحريه والجويه والبحريه خليني افصل بسبب وجود هذه القوات هذا العسكريه خليني افصل شويه بهذا الموضوع اولا ما هي التجاوزات اللي كانت موجوده بالمنافذ الحدوديه من قبل المتنفذين ومن قبل قتلي حتى من الدول الخارجيه يعني مثلا الدول الخارجيه كانت تبعث لنا مواد ممنوعه من الاستيراد. مم. احنا عندنا رزنامه زراعيه تصدر من وزاره الزراعه. نعم. على كل المنافذ الحدوديه. مم. تعم على كل السيطرات. نعم. تعم على اقليم كردستان وكذلك كاجراء من المنافذ الحدوديه نعطي نسخه للدوله المجاوره. يا دوله مم. مجاوره إن احنا عندنا اليوم الطماطم ممنوعه. مم. عندنا انتاج محلي وعندنا فلاحين طيب. مساكين. طيب. اليوم عندنا هاي البضاعه ممنوعه من الدخول. مم. قبل يعني اغلب دول الجوار. او اغلب البواخر اللي تجي عن طريق الموانئ البحريه تجي بها مواد ممنوعه من الاستيراد. زين. فبطريقه او باخرى تدخل. هذا راح ياثر على شلون بطريقه او باخرى يعترف بالفساد اللي موجود. يعني ضغط مثلا جهات معينه؟ لا لا مو اكو شقين، اكو فساد مم. موجود في المنافذ الحدوديه وفي الدوائر الموجوده. نعم. آه يسهل عمليه تهريب المواد الممنوعه. طيب. احنا من استلمنا إدارة المنافذ الحدودية وبفضل دعم الحكومة اتخذنا إجراءات إجراءات متعددة للقضاء على هذه الحالة مم. منها تغيير الكوادر الموجودة اتباع نظام إلكتروني آه، تفعيل الدور الاستخباري داخل المنافذ الحدودية مم. هذا آه الشق الأول طيب الشق الثاني مم. صدرنا هذه الرزنامة الزراعية لمنع دخول هذه المواد من كافة يعني دول الجوار يعني واحدة من الـ 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 هاي واحدة من التجاوزات التجاوز الآخر دخول نعم. دخول مجاميع تحت تهديد السلاح مه. تدخل الى المنافذ الحدوديه مه. السياره اللي تنضبط بها مخالفه معينه مه. بالقوه السلاح تنتهك هيبه الدوله مه. وتخرج السياره بدون اي اوراق وبدون اي معاملات جمركيه يعني التقرير اللي تفضلتوا به صحيح مه. بس هذا كان سابقا الان هيبه الدوله موجوده من باب الانصاف نتكلم لا دفاع على احد ونحن جزء من الحكومه ولا من باب الـ 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 الانتقاص من احد، المنافذ الحدود الان هيبه الدوله موجوده، الفقره الثالثه من المنهاج الوزاري بالاولويات مطبقه حاليا 100% في المنافذ الحدوديه. طيب اكثر التجاوزات بالنسبه للمجاميع المسلحه اللي تدخل العجلات من دون اوراق، يا منافذ تتكرر يعني صارت عندنا صراحه صارت عندنا في منفذ مندلي وصارت عندنا في منفذ المنذريه أحياناً صير اشتباكات في منفذ زرباطية الحدودي هذه المنافذ منفذ الشيب. كذلك م. تحصل مشاكل احيانا داخل المنفذ واحيانا خارج المنفذ م. في منفذ الشيب الحدودي هناك طريق 70 كيلو متر نعم. بين المنفذ الحدودي وبين المدينه نعم. اللي هو تقاطع المشرح نعم. هذا ال 70 كيلو كان عباره عن طريق يسموه طريق الموت نعم. شنو طريق الموت؟ مه. منافسه بين التجار اليوم انا اشتغل في ماده معينه وحضرتك تشتغل بنفس الماده نعم. تفرض اتاوات علي يلا طلع المواد اللي انا جايبها ما اعطيك نعم. الأتوات اللي مطلوبه يصير عمليه استهداف ايه اطلاق نار على السيارات وصارت ضحايا، صارت عمليات خطف لبعض موظفي الجمارك، إحنا كموظفين هيئه المنافذ الحدوديه عندما فرضنا هيبه الدوله واشتغلنا بقوه وضبطنا هدر بالمال العام بالمليارات، احد ضباطنا تعرض الى تفجير منزله بواسطه رمانات يدويه، ناهيك عن التهديدات الاخرى لرئيس هيئه المنافذ الحدوديه والكوادر العامه شنو التهديدات؟ تهديدات يعني احنا شرعنا في موضوع الاتمته الالكترونيه واني عن طريق منبر العراقيه هيئة المنافذ الحدودية الآن لديها بوابة إلكترونية سنشرع بها قريباً فيما يخص عملية الأتمتة بجهود ذاتية بدون عقود بدون استثمار بدون تكاليف عرضت هذه المنصة أمام مجلس النواب وراقت بصراحة يعني رضا أعضاء مجلس النواب الموقر السيد رئيس الوزراء اطلع عليها أعضاء الحكومة اطلعوا عليها لا أنا للتهديدات تقول حضر... حضرتك تعرضت لها تهديدات طبعا تجينا رسائل من قبل مجاميع مجهولة ومسلحة بسبب, من... بسبب الإجراءات الأمنية والإجراءات التدقيقية اللي نفرضها على المنافذ الحدودية أتكلم لك عن حالة واحدة صارت في نعم. أحد الموانئ البحرية عن طريق مركز العمليات اللي موجود في هيئه المنافذ الحدوديه شكينا اكو تلاعب في رسوم احد المواد وبالتحديد ماده الشيش الحديد مه. خلال ربع ساعه ضبطنا يعني آه هدر بالماء العام مليار و72 مليون مه. ربع ساعه فقط يعني اثناء عمليه التدقيق ضبطنا هذا الموضوع اكيد اكو ناس متضررين طيب. خسرناهم هذا المبلغ بالمقابل مه. ما عندهم غير طريق الا التهديد مه. والابتزاز والتجاوزات والرسائل وما شابه ذلك رفعت الموقف بالموضوع للجهات الامنيه اكيد احنا كدائره ثبتنا فتم حقنا. ضبط او معرفه جهه او ضبط موضوع او اكيد, أكيد هم اللي هددك ما يجيك برقم تليفون باسم الشخصي وبعنوانه يجيك برقم ما بعائديه اي بس الاجهزه الامنيه عندها قدرات يعني يعني احنا صراحه اذا بقينا نركز على موضوع التهديد ومنه هدد ومنه طيب. هذا التهديد موجود طيب انا يعني صراحة... قبل ما انتقل الى ضيفي الـ نعم. الثاني اكو قضيه انت حضرتك ركزت على الجهد الامن العسكري الموجود بالمنافذ لكن يقول لك هي المنافذ مشكلتها مو بس بالجماعات المسلحه مشكلتها اولا بتغيير جنس البضاعه صح. مشكلتها بتغيير كميه البضاعه صح. مشكلتها فساد بال... ب... فساد فساد. زين والاتمته ما موجوده يعني فاذا وجود العسكر ما خفف من مشاكل صحيح. المنافذ طبعا يخطأ من يربط بين ضبط المنافذ الحدوديه والقضاء على الفساد بقوه الحمايه قوه زين. الحمايه ما لها علاقه بالفساد اللي موجود بالمنافذ الحدوديه طيب. الفساد الى اسباب متعدده م -م. احيانا اكو تهديد من مجاميع معينه تؤدي للفساد طيب شو قضينا عليها جبنا قوه حمايه يعني هنا هذا الموضوع واضح بقى الموضوع الاخر تفضلت فيه قبل قليل تغيير في وصف البضاعه في كميه البضاعه نوعها ممنوع او يدخلوها مسموحه هذا موضوع الاتمته وتفعيل السونار وتفعيل الرقابه راح يحد من عدها بس لحد الان ما حد من عدها. لا لا موجود موجود عندنا احنا ربط شبكي عندنا في, في كل ربط ربط المنافذ عندكم الان في شبكي فعال يعني في كل المنافذ الحدوديه لا يوجد تغيير بجنس البضاعه ووزن البضاعه الان 100% ما اقدر أزم لك انه ما موجود لان احنا ما دام موجود البشر لحد الان يعمل في المنافذ الحدوديه راح يبقى عمليه تلاعب موجود بس أيوة. احنا بس لا تسمح لي احنا عندنا اجراءات مهم. تدريجيه نعم. انت عندك فساد متجذر منذ سنين طويله، منذ م. 17 سنه في الملاحظات الحدوديه وقبل 2003 ايضا موجود الفساد، م. انت ما تجي بحكومه سته اشهر نعم. تريد تقضي على الفساد 100% هذا انت غلطان واي شخص يتوقعه يكون غلطان ولكن فهم. اكو اراده نعم، اكو اجراءات اكو اجراءات راح اجي وياك اناقش تفاصيل هذه المواضيع خلي اتحول الى ضيفي من من البصره السيد معين الحسن معاون محافظ البصره وعضو مجلس هيئه المنافذ الحدوديه اريد يا ريت يعني تنطينا صوره عن ما يشاع من وجود منافذ في البصره يعني غير رسميه وايضا وجود يعني منافذ تحت سيطره الجماعات المسلحه وتفضل الان رئيس الهيئه اكد هذا الموضوع اريد تتكلم لي عن البصره باعتبارها ميناء العراق نعم شكرا لكم وتحيه لمستمعيكم الكرام اهلا يعني كما هو معلوم اخي الكريم في البصره وجود المنافذ الحدوديه بعدد يقدر بتسعه منافذ حدوديه وخلي احكي لك فرط فكره عامه عن المنافس الحدوديه نعم انت تعلم هي لغايه عام 2016 هي تعمل من خلال الهيئه عام من خلال المديريه العامه للمنافذ الحدوديه وهي احدى تشكيلات وزاره الداخليه بعد المعاناه وتعدد مصادر القرار وكثر الدوائر العامله في المنافذ انتهى الامر الى ان تشكل القانون رقم 30 في عام 2016 تشكلت هيئه ناس حدوديه وعمل هذه الهيئه هو مختص برسم السياسه العامه للمنافذ الحدوديه استاذ معين يا ريت هذا, هذا السرد التاريخي الفضل حتى الفضلية. اروح لبعض القضايا الجوهريه لان الوقت ضيق، اريد تاكد لي او تنفي لي وجود يعني سيطره للجماعات المسلحه على المنافذ في البصره، وجود وعدم وجود منافذ غير رسميه وايضا سيطره جماعات سياسيه او مسلحه على بعض الارصفه مو انا جايك بالحديث وجود الهيئه منذ عام 2016 وبالتالي الاجراءات التي اتخذت مؤخرا وايضا تسليم المنافذ الحدوديه البريه منها مثلا لقياده القوى البحريه ولقياده العمليات بالتاكيد اثر بشكل كبير على نوعيه عمل المنافذ هنالك الان المنافذ تعمل باطراد وانتظام العمليه لا تخلو من الفساد تماما ولكن العمليه تكاد تكون حقيقة تخلو من التدخلات الكبيرة التي كانت قد تحصل خروقات كانت قد تحصل هذا جانب جانب الآخر موضوعة الأتمتة الإلكترونية التي شرع بها في ميناء قصر عند قدوم دولة رئيس الزراء بالتأكيد هذه الأتمتة ستسهم في حل حالة كثير من المشاكل بحيث أن العملية الاستيرادية تكون عملية شفافة تقلل حركات الروتين وبالتالي لا تؤدي الى تكدس البضاعه مع ذلك استاذ معي مع ذلك انا جداً اريد جداً على الاقل على الاقل تنطيني تصور اذا ما تقول لي يا رصيف مسيطر عليه مسيطرين عليه لو لا تقول لي بعدد الارصفه اللي خلصتوها من هيمنه جماعات مسلحه او سياسيه او وجوده عدم لا وجود وعدم وجود منافذ غير مسيطر عليها من الدوله لتهريب البضاعه او ما الى ذلك بالبصره تحديدا شوف بالبصره تحديدا وجود منافذ غير رسميه تقريبا الامر انتهى تماما من ذلك. كم منفذ غير حقيقه حوض شط العرب. لا هو ماكو منفذ غير غير رسمي، اكو هنالك معابر قريبه من الجاره ايران او قريبه من الجاره الكويت ربما يتم تبادل البضائع الممنوعه. الان في يعني اخرها يعني في حوض شط العرب من ناحيه السيبه حقيقه الاخ قائد العمليات وقائد قوات الحدود وقائد الشرطه وتجولوا بزوارق في هذا المكان ومعهم السيد مقام قضاء الفاو وكذلك مدير ناحيه سيبه نعم. ووضعت مفارز متحركه ومفارز ثابته حتى انتهى الامر، الان يعني اخبرك بانه حتى موضوع المخدرات تم السيطره عليها بالكامل من خلال قضاء الفاو ومن خلال ناحيه سيبه ومن خلال قضاء أبي الخصيب، هذه المناطق هي حقيقه التي كانت فيها معابر غير رسميه يتم تبادل البضاعه الممنوعه فيها. وانتهى الامر بهذا الشكل، نعم. الان لا توجد اي منافذ غير رسميه في البصره لتهريب نعم. البضاعة؟ نعم لا توجد أو اي الأدوية. منافذ غير رسميه ولكن, ولكن 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 يوجد منفذ اخر هو خا غير خاضع لهيئه الحدوديه وبتقديري هو منفذ ربما غير رسمي هو منفذ جريشان وهو مسلم الى قوات التحالف الدوليه. مم. وبالتالي لا دخل للقوات العراقيه طيب ولهيئه الملابس الحدوديه طيب. في هذا المنفذ طيب تقدر تنطيني آه في آه 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 معين. تقدر تطيني تصور عن نسبه انخفاض حضرتك قلت بدينا نسيطر على المخدرات نسبه تنطيني اذا عندك بهذا الانخفاض ايش قد كان قبل ما اي نعم ايش قد كان وايش قد صار لانه نعم. يعني نعم. لانه تتهم المنافذ ما قلت تتهم البصرة أو حكومة البصرة أقول المنافذ بأنه مورد رئيس للمخدرات والأنواع محددة مضرة جدا من المخدرات شوف عيني سعدون إذا تسمح نعم. لي الآن يعني من خلال الحديث مع الأخ مدير مكتب المخدرات ومتابعتنا كحكومة محلية ومتابعة سيد محافظ لهذا الموضوع نعم. أنه موضوعة المخدرات حقيقة الآن هو أكثر المتواجدين تم القاء القبض عليهم في السجن 60% منهم هم من المتاجرين واربعين 40 هم من الذين يتعاطون لماده المخدرات الاجراءات في الاخير هي اجراءات مشدده جدا حتى من قبل القضاء العراقي في الفاو وناحيه السيبه وفي قضاء ابو اجراءات مشدده وتنسيق عالي مع القوات الامنيه ومع الاجهزه التحقيقيه حتى ان تم السيطره بالكامل فالامر لا يخيفنا في الوقت الحاضر فيما يتعلق بدخول المواد الممنوعه للبصرة البصره وكذلك عدم وجود منافذ غير رسميه مطلقا على الشريط الحدودي سواء كان مع الجاره ايران او مع الجاره الكويت في الوقت الحاضر فالامر مسيطر عليه تماما طيب وحقيقه الان نتطلع الى ايران طيب باختصار اذا 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 الوضع مثل ما وصفته وين وين المشاكل اللي تعانون منها من جهه المنافذ واكرر بالبصره تحديدا وين التحديات والمشاكل اللي تعانون منها الان ويا ريت باختصار شوف انت تدري انت لا انت المشاكل يعني في المنافذ باعتبار نعم. انه نتحمل لوجستيا في البصره وجود تسعه منافذ وبالتالي مرور الشاحنات أه قضيه اتلاف الطرق نعم. قضيه الازدحامات المروريه نعم. قضيه تمويل البواخر من حيث البضائع نعم. وبالتالي يؤدي الى ارتفاع في الاسواق اضافه الى الشركات النفطيه الاستثماريه ايضا تتبضع من البصره يؤدي كل هذا الى ارتفاع السوق في البصره م -م. هذا جانب الجانب الاخر اخي الكريم نعم موضوع الطرقات والموازين يعني نعم. حقيقه هذا كان غير مسيطر عليه في الموازين لا تعمل وبالتالي ادى نحن كحكومه محليه طريق الموت ليس فقط في ال... في في واسط انما ايضا في البصره طريق مقصر طريق الموت نعم. وبالتالي كما تعلم ايضا لدينا طريق اخر طريق الفاو هو طريق الموت ولا تزال هذه الطرقات هي حقيقه تعاني من مشاكل كبيره نتيجه لكثر مرور الشاحنات في البصره. طيب نعم. خليني اتحول للسيد اللواء حضرتك تحدثت عن زياده ايرادات وعن سيطره وعن اتمته لكن لا زال التصريحات من قبل مسؤولين وحتى من قبل وزير المالية مثلا يتحدث عن هدر وضياع يعني نسبة يعني كبيرة من الموازنة والسؤال ليش يقول لك وزير المالية 10% فقط من إيرادات المنافذ البالغة 8 مليارات تدخل خزينة الدولة هذا التصريح مو بعيد يعني بالشهر العاشر يعني بعد الحمله اللي, اللي صارت على المنافذ بالمناسبه تصريحات متواتره من اعضاء بال... من اعضاء لجنه ماليه اكثر من ثلاثه اعضاء لجنه ماليه يؤكدون هذه النسبه باختلاف بسيط بصراحه يعني التصريحات اللي تفضلت بها <applause> <applause> ركزوا على عام 2020 تناسوا الاعوام السابقه نعم عام 2020 المنافذ الحدوديه بالكامل مغلقه بسبب جاحة كورونا من شهر شباط ولغايه شهر اب المنافذ مع الجمهوريه الاسلاميه منفذ صفوان لحد الان مغلق، منفذ ميناء المعقل لحد الان مغلق. تم تصفير الرسوم الجمركيه بالكامل المواد الغذائيه والصحيه والبيطريه والمستلزمات الطبيه والمعجنات والبطاقه التموينيه، تصفير كامل من الرسوم الجمركيه. <applause> طيب عام يعني 2020 عذرا هو بس يتحدث بس لا لا حتى لا. اضبط السؤال، هو يتحدث عن نسبه هو يقول الايراد يبلغ 8 مليارات، ده. اللي يوصل للخزينه منه 10، يعني هو يعرف ايش داخل وزير ماليه هو. بالضبط هذا الموضوع شوف اكو ربط غير صحيح. ربط بين البنك المركزي وما يتم بيعه من فواتير لاستيراد مواد عبر المنافذ الحدوديه، وبين ما يدخل فعليا من المنافذ الحدوديه. الكل يتكلم وواقع حال موجود، هناك تلاعب بالفواتير التي تقدم الى البنك المركزي تكون اغلبها مزوره لغرض جلب بضائع من الخارج طيب كمنافذ حدوديه تحسب هذه المزوره ايراد لازم أنا ادخل منافذ حدوديه هو بالحقيقه ما موجود يعني اليوم حضرتك تبيع بيت ب2 مليار وانت قاعد بالخارج لا شلون تحوله بس لا لا بس, لا بس, نعم. بس مو أوضح للمشاهدين نعم. الكرام أقول نعم. الجزء مو واضح عند تفضل اليوم انت عندك بيت بعته مليارين دينار وتعايش عايش برا نعم. تريد تطلعهم شلون تطلعهم صعب لان انت من تسافر من حقك تاخذ 10000 دولار طيب. تروح تجيب فواتير مزوره مانيفيست مال البضاعة تقول انا راح اجيب حديد استورد للعراق انا تاجر اسوي لي هويه تروح توديها تطلع مليارين تاخذها بجيبك وانت ما للعراق بس كمنافذ حدوديه تحسب علي مبالغ لازم اني انزلها بايراد الدوله <applause> انا احب ان اكون واضح وياك <applause> عام 2020 بالرغم من كورونا وتصفير رسوم الجمركيه وحظر التجوال الكلي والجزئي وفتح جزئي ومنافذ لحد الان مغلقه حققنا ارقام كبيره مهم. ومهمه ايش حتى ارجع للسؤال؟ راح اعطيك الارقام اللي حققناها، على نعم. سبيل المثال مهم. انا ما راح اقدر اقارن بين منافذ مغلقه ثمان اشهر مع عام قبله منافذ مفتوحه ووضع طبيعي وماكو كورونا، نعم. راح اقارن مع المنافذ المفتوحه في كلا العامين على سبيل مهم. المثال العشرين 2019 نعم على سبيل المثال الموانئ البحريه أهمها موجوده في المنافذ الحدوديه، مهم. الموانئ الثلاثه ام قصر الشمالي والجنوبي والاوسط مهم. من شهر السادس بعد استلام حالي. السيد رئيس الوزراء الحكومة م -م. من شهر السادس م -م. ولغاية شهر 11 م -م. هاي ستة أشهر حققنا زيادة عن العام 2019 140 مليار تجد المبلغ, المبلغ كله اللي حصلته المبلغ اللي بصراحة راح اعطيك اياه للمنافذ السبعة اللي إيه. شغالة بهاي ستة أشهر فرق عن العام 2019 170 مليار، انا جاي اعطيك الفروقات الفرق ها بس الفروقات، المبلغ الكلي ما موجود اعطيك الكلي لا موجود عندي، اعطيك العام 2018 المبلغ الكلي لعام 2018 لهذه السبع منافذ؟ لا لكل المنافذ الحدوديه طيب اي نعم هاي ارقام مهمه ودقيقه نعم عام 2018 مه. حققت المنافذ الحدوديه كجمارك وضريبه وامانات ايرادات تريليون و667 مليار هاي الواصل خزينه الدوله هاي الواصل خزينه طيب. الدوله هاي طيب. بالعام 2018 طيب في العام 2019 انخفضت الايرادات لعام كامل نعم أصبحت الإيرادات واحد تريليون ومية واثنين وعشرين مليار طيب عشرين بالعام 2020 قبل ما أعطيك الإحصائية مم. أرجع وأقول غلق منافذ وغلق منافذ واضح غلق منافذ سبعة نعم أشهر واضح واضح. تصفير رسوم جمركية حظر تجوال طيب وضع غير مثالي حققنا مم. إحنا في المنافذ الحدودية لحد اليوم مم. ضريبة وجمرك وأمانات تريليون ومية وأربعة وعشرين مليار <applause> يعني احنا حققنا مبالغ بالرغم من هاي الصعوبات الموجودة فرضنا هيبة الدولة عن طريق فاي. تواجد القوات الأمنية الموجودة في المنافذ والأهم من هذا كله أخي العزيزات اسمح لي سابقا كانت المنافذ حدودية ممرات للتهريب هذا موضوع التهريب جايه، جايه بالتفصيل، لانه يعني عندنا تهريب ادويه وعندنا تهريب مخدرات، بس قبلها ارجع ارجع لموضوع المشكله العالقه ما بين البنك المركز المركزي وما بين المنافذ الحدوديه، لان يعني هاي مشكله حقيقه يعني عويصه. صح البنك شو يقول من جهته؟ انتم تقولون يا بنك السندات اللي تجينا اللي تطلع من المصارف الكم ترى مزوره، البنك يقول احنا لما نستقصي المنافذ تقول لنا هاي صحيح التاجر الجمارك تقصد العفو الجمارك، لا. صحيح التاجر جاب حديد صحيح فالمشكله يعني التزوير يعني طيب المشكله بس اود الاشاره الى موضوع تفضل اخي الاستاذ معين م. اشار الى كان بصراحه مداخلته من البدايه صحيحه م. اوضح انه هيئه المنافذ الحدوديه نعم. بموجب القانون 30 2016 باشرت اعمالها في 1/8/2017 طيب. يعني هيئه فتيه نعم. واجبات هذه الهيئه حتى يكون واضح يعني للمشاهدين الكرام وكل المراقبين بس مر لي على موضوع البنك وال راح اعطيك لأن, لأن, لان البنك حقيقه حول الموضوع عليكم طبعا طبعا نعم المنافذ الحدوديه شوف القمارق تبع الوزارات الماليه يسموها منافذ حدوديه م. الضرائب تابع الوزارات الماليه يسموها بس منافذ هي حدوديه هي المفروض كلها تحت سلطتكم بس اسمح لي تفضل باقي الدوائر الاخرى المنافيس تبع الوزارات النقل يسموها منافذ حدوديه الأجهزة الامنيه يسموها منافذ حدوديه الهيئه اسمها هيئه المنافذ الحدوديه م. هي الجهه نعم الرقابيه المشرفه والمسيطره المنسقه بين الدوائر كلها تعمل تحت مظله اسم منافذ حدوديه م. بس انا ما عندي اي تواصل مع البنك المركزي انا ما عندي جبايه أنا يعني ألف دينار بيطلب لي من خزينة الدولة، إحنا جهة رقابية، شلون هيئة النزاهة تراقب؟ شلون سابقا كان مكتب المفتش العام يراقب؟ الدوائر القطاعية المعنية من هي؟ هي, هي الضريبة والجمارك والنقل البري، هذه الدوائر الموجودة، فالإشكال اللي موجود هو وين؟ موجود بين الجمارك وزارة الماليه وبين بين البنك المركزي. يعني لا سلطه لكم على الجمارك؟ احنا احنا إحنا سلطه اشراف ومراقبه. طيب هو بس هذه الامور الفنيه صدر طيب. قرار نعم. من مجلس الوزراء رقمه 84 لسنه 2020. مه. نص هذا القرار انه واجبات هيئه الملكيه الحدوديه فقط رقابيه اشرافيه. ممنوع عليها ان تتدخل بالامور والجوانب الفنيه، يعني اي موضوع يخش جبايه موضوع العلاقه هي القضيه هي القضيه تعرف استخدام صلاحيات صلاحيات هسه اسوي انا خلي اعيد طرح السؤال واعطيك نعم. الفرصه هنا البنك المركزي يتهم بانه من خلال نافذه بيع العمله يساهم بتبديد المال العام شلون من خلال الاستيراد غير الحقيقي واحد يجي يقول انا مثل ما قلت حضرتك جايب حديد مم. ألف طن بالحقيقه هو جايب انا اعطيتك الحل اوكي ليش وزاره الماليه رفضته اللي هو شنو الحل؟ انطيت حل، انطيت حلين مو واحد. نعم. طبعا الحل يعني بصراحه وافق عليه الرئيس الوزراء مه. ونعجب بيهن اتكلم وياك بكل صراحه مه. وكذلك اعضاء بس النواب. احنا اليوم ليش نخلي المال نضيعه نطلع فواتير مزوره مه. ويتيه في دول العالم وبعدين نجي ندوره حتى اللزمه، ايه؟ ليش نسوي هيك؟ فشل الحل؟ قدمت انا مقترح مه. الى علاقه بالاتمته هو نعم انه الجبايه تستقطع ابتداء. اليوم انت تاخذ سلفه من مصرف الرافدين على سبيل المثال نعم تاخذ 50 مليون نعم شو يعطيك؟ يعطيك نعم. 45 يقول لك انا اخذت عندك 5 ملايين هاي الفائده مالت المصرف نعم نفس الفكره نطبقها على البنك المركزي وعلى اجازه الاستيراد نعم اليوم انت تروح تجيب شيش حديد نعم بمليار مه. ما يعطيك مليار يعطيك 900 ويقول لك هذا انا ال 100 استقطعتها هاي ضريبه وقمرق من اللي ما قبل على هذا الموضوع؟ وزاره الماليه ما قبلت سيد الوزير؟ السيد الوزير نفسه ما قبل ووزاره الماليه قال ما له سند قانوني هذا الموضوع مه. احنا في ظل ظرف استثنائي طيب مع ذلك آه الاستقطاعات بس نعم. اسمع هذا الموضوع جدا مهم واتمنى نعم. يعني حتى نوصل صوتنا نعم. ويصير به اهتمام الاستقطاع مباشره عند اصدار الفاتوره مه. اذا هذا صعب اكو حل ثاني مه. الاستقطاع عند اصدار اجازه الاستيراد اجازه الاستيراد فيها كافه التفاصيل فيها نوع البضاعه نوعها ويا من تدخل وش قد الكميه ونسبه الرسم استقطع الرسم الرسم ما تلقى برقود ضريبه مباشره هذا حل في شركة العامه المعارضة العراقيه ينتهي الموضوع هذا حل رفضته وزاره الماليه هذا الحل رسميا لكن نتحدث فيه. الان عن واقع الحال ويا ريت تجاوب باختصار اذا انتقل لمنافذ اقليم كردستان م. البنك يقول البنك المركزي يقول المشكله انه احنا اللي تقولون لنا تطون تهدرون ما العام احنا تجينا فواتير او تجينا كتب رسميه من مؤسسات رسميه من الجمارك هذا الموضوع نجاوب عليه بالقماري لان الموضوع اختصاصه ما اقدر اجاوب عليه سلطه آآ سلطتكم تشمل منافذ كردستان؟ اكيد يعني احنا بصراحه التقرير اللي قدمته بدايه الحلقه كان كلش دقيق. نعم. بس الان كله تغير. بس صراحه ماكو ما قناعه من المراقبين ولا يعني من الناس اللي قريبين على هذا المحيط يعني هو بداخله ما يريد يقتنع ان المنافذ تغيرت. يعني انا عندكم سيطره على منافذ اقليم كردستان؟ لا مو اكو سيطره على منافذ اقليم كردستان ولا اكو خطوات، اقليم كردستان هو اليوم ما موجود ويا المنافذ الحكومه الاتحاديه لمده سنوات. منذ سنوات. ولكن الان مم. منافذ الاقليم مرغمه تدفع 50% من ايراد الدولة الى وزارة المالية بعد حد اسوة بالمحافظات حتى الان بعد ما دفعت الفريق موجود الفريق موجود مه. اللي اجى من كردستان معالي وزير المالية كان واضح مه. معالي وزير النفط كان واضح نعم. الحكومة كانت واضحة موضوع الرواتب نعم يقابل ايرادات نفطيه وايرادات غير نفطيه هذا دكتور هذا المتوقع انا اريد احكي عن واقع الحال من انا والاشهر او لسنوات اللي ورا. المنافذ كانت تحت مو تحت سيطرتكم ولحد الان ولحد الان متحصل. ولحد الان تحت بالاضافه الى وجود منافذ غير رسميه معابر ومنافذ غير رسميه طيب. هنا نجي للتهريب نعم والمخدرات نعم والادويه نعم والمواد التالفه صحيح ايش قد تتوقع او ايش قد عندكم رصد تدخل من خلال اقليم كردستان هيك مواد انا راح اتكلم لك في لسان وزير الزراعه نعم وفي لسان الجريمه المنظمه نعم وفي لسان الاجهزه الاخرى المعنيه في متابعه المواد المهربه اللي قالوا شنو قالوا سابقا كانت التهريب عن طريق المعابر غير الرسميه ومنافذ اقليم كردستان مو بالمستوى اللي صار بالفتره الاخيره. نعم. وهذا يعطيك دليل نعم. انه صار احكام مسيطره في المنافذ الاتحاديه. نعم. لان انت من الضبط الاجراءات في منافذك الاتحاديه نعم. وما تسمح للمهربين يمرون عبر هذه المنافذ الرسميه نعم. يلجؤون الى طرق ملتويه اللي هي معابر ومنافذ غير رسميه. نعم. بالمقابل احنا ما سكتنا كمنافذ حدوديه. نعم. هذا الموضوع يضر بالفلاحين والصناعين العراقيين. نعم. احنا عندنا طبقه مسحوقه تحتاج الى دعم. نعم. دائما توجيهات رئيس الوزراء وليس من باب الدفاع. دائما رئيس الوزراء يقول يا منافذ حدوديه ضعوا المواطن العراقي صوب عينكم طيب اكو حمايه منتج حمايه منتج دكتور حمايه ساعي المنتج ساعي اخواني الاعزاء نعم قال دائما على هذه العباره قال حمايه المنتج بالنسبه للفلاحين والصناعيين هاي من الاولويات طيب فاحنا بالنسبه للمعابر الرسميه والمنافذ غير الرسميه ما تابع على اريد انتقل ضيفه من البصره اريد الاقليم سالتك دكتور أه. الاقليم كردستان منافذ غير الرسميه غير المسيطر عليها وغير الرسميه جد تدخل ادويه غير مرخصه، قد تدخل مخدرات، قد مواد غذائيه يعني يعني تعرفة. اغلب البضائع التي تدخل من اقليم كردستان هي بضائع ممنوعه عندنا بالروزنامه الزراعيه، <applause> يعني مواد الغذائيه تدخل دائما آه هذا الموضوع تقدر تاخذ احصائيه من من الجهات المعنيه بمكافحته <applause> انا كمنافذ حدوديه دوري داخل المنفذ الحدودي شبر واحد خارج المنفذ مو صلاحيتي انتم تلزمون شحنات آه مو احنا يعني نلزم يلزمها من هو يلزمها الجريمه المنظمه يلزمها آه الرقابه والتفتيش في الجمارك في يلزموها <applause> الامن الاقتصادي هاي الجهات هي المعنيه خلينا ننتقل لضيفي الكريم من البصره استاذ معين اريد اتحدث الان وياك باعتبارك آه يعني سلطه محليه بالبصره واريد تعطيني صوره عن الحصه حصتكم من المنافذ الحدوديه اللي المحافظات اللي عندها منافذ تعاني يقولون احنا حصتنا المفروض 50% ما توصلنا ليش ما توصل الحصه هاي وشون شلون قاعد تتحركون على الموضوع نعم شكرا لك طبعا سؤال مهم ودعني ابين لك انه نحن الان في نهايه عام 2020 نعم لم يدخل الى محافظتنا ولا دينار واحد من ايرادات المنافذ الحدوديه بسبب عدم اقرار قانون الموازنه. نعم. اما في عام 2019 استلمنا جزءا من استحقاقاتنا من ايرادات المنافذ الحدوديه. ايش قد استلمتوا العفو استلمنا مبالغ ايش يعني بال, بال بال بالرقم ما اقدر اجاوبك بس نسبة بس انه نسبة من اكثر حصاك. من نصف في عام 2018 وفي عام 2000 عفوا في عام 2019 و2018 استلمناها تقريبا بشكل كامل طيب. فنحن الان خلي احكي لك فر الشغله نعم. يعني كمظلوميه للبصره من ناحيه الاموال ليس فقط من خلال وزاره الماليه وايرادات الحدوديه هل تعلم ان ديوان الرقابه الماليه الاتحادي وهو ديوان مستقل سجل لصالح حكومه البصره اموال كدين بذمه وزاره الماليه 16 تريليون دينار جراء أموال بيترو دولار، لحد مم. الآن نتسلم إلينا بسبب هبوط أسعار النفط وبسبب الأزمة المالية وغير ذلك. طيب خليني أقول لك فرق اليوم نعم. أحشي بالإيجابيات، نعم. يعني الأخ رئيس الهيئة آه يعلم بهذا الموضوع. تدري أنت مشكلتنا يعني وزارة الداخلية من كانت الهيئة ما مشكلة مم. وأحيل منفذ الشلامشة، أنا اليوم في منفذ الشلامشة الحدودي ولحد مم. الآن هو منفذ يعني إذا تراه بائس لأن مخلفات وزارة الداخلية عندما تعاقدت مع شركة لحالة المنفذ والشركة نعم. وشركة تلكأت وإلى هذا اليوم المنفذ متلكئ نحن في المحافظة السيد محافظ أحالة موضوعة شركة يعني موضوعة المنفذ في شلامشة نعم. وأيضا في صفوان نعم. إلى مكتب دولي متخصص لإعداد تصاميم كبيرة وسلمت مهم. التصاميم إلى السيد رئيس الهيئة مهم. والآن جاري العمل على إكمال مشاريع كبيره جدا في هذه المنافذ لتصبح منفذ الشلام يصبح منفذ نموذجي وكذلك منفذ سوفان يصبح منفذ نموذجي كي يتم من خلاله السير بالعمل بمرافق الدوله بالكامل، اما الان فنتيجه لمخلفات وزاره الداخليه بكل صراحه هي منافذ مهجوره كرفانات متفرقه طيب. ولا تليق بوجودها في البصرة. طيب يا ريت تمر لي اريد اريد, أريد امر وياك على على موضوع تهريب النفط نعم. بس يا ريت تمر لي باختصار على موضوع تشكيل الهيئات الخاصه بالمحافظات الحدوديه يعني آه هذا الموضوع وين وصل وليش اخذ حاجه له اذا عندنا هيئه اذا عندنا هيئه رئيسيه نعم هو تعرف يعني الان القانون رقم 30 في الماده الاولى الفقره ثانيا آه قال تشكل هيئه رئيسيه في بغداد وايضا لها فروع في المحافظات والاقاليم نعم. فيفترض نحن في البصره تشكل لدينا فرع للهيئه الرئيسه في بغداد مم. وايضا في الاقاليم التي فيها منافذ حدوديه مم. طبعا هذا يسهم كثيرا ويخفف الضغط من على السيد رئيس الهيئه وهو يعلم جيدا مدى هو الحمل الثقيل الذي يحمله جراء عدم وجود هذه المنافذ في المحافظات التي فيها حقيقه منافذ، لذلك هذا الان سنطالب به في المستقبل <applause> واكيد السيد رئيس الهيئه طبقا للقانون سيعيننا في هذا الموضوع ومجلس الهيئه سيأخذ قرار في هذا الموضوع تطبيقا للقانون. يعني حقيقه نعول كثيرا ما اخفيك، يعني الان ميناء طيب. الفاول كبير باعتباره ايضا احد منافذ الحدوديه. طيب. نعول عليه كثيرا وتابعنا هذا الموضوع مع وزاره الماليه عن كثب طيب. والان سيتم التعاقد مع شركه دال الكوريه واول باول تفاصيلها لدى الحكومه المحليه. معلومه أريد يا ريت احصائيه. على استاذ نعم. معين عن النفط المهرب في البصره، كيف يتم تهريبه وكيف تحركونه بخصوصه. لا خلي اقول لك فر الان انت تدري النفط في البصر الان لا يوجد نفط مهرب بهذا الاحجام ولا توجد احصائيه هو مهرب مين تجي الاحصائيه ما هو المفروض و... تتحركون على الموضوع حقيقه يعني انتم سلطه محليه لا انا احشي لك, أحشي لك. شوف أي اقول لك اياها اجراءاتنا هي الاتي السيد رئيس اللجنه الامنيه العليا السيد محافظ وهو يراس يعني الاجهزه الامنيه في المحافظه واجتماع خليه الازمه مستمر وصدقني توضع هذه المسائل المنافس الحدوديه المعابر طيب. غير الرسميه طيب. الشريط الحدودي ما بين قضاء الفا وقضاء ام, ق... أم... 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 ايضا ناحيه ام قصر وقضاء ايضا ابو ال... ال... الخصيب كلها توضع موضع الاهتمام ويتم معالجتها الأخ العمليات الان يعني لغايه يوم امس كانت بزياره الى السيد محافظ وتطرح هذه المواضيع وبشكل مستمر وتأسيق. طيب انا كنت اتامل آ... 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 أنا, أنا, التص... انا كنت أمل آ... لا أخذ, تصور لا 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 اخذ تصور ولو نسبي ولا عن, عن النفط المهدور بالتهريب كنت امل احصل على هيك بس خليني اتحول الى سيد رئيس هي يمكن يعطيني هيك تصور عن الموضوع باختصار شلون تراقبون هذا الموضوع واكو عندكم احصائيه بكميه الـ الـ يعني مقدار النفط المهرب بصراحه الموضوع النفط هو يعني ما مختصين به احنا بشكل مباشر احنا وردتنا معلومات انه سر تهريب عن طريق السيب اللي تفضل بها استاذ معين خبرنا قياده العمليات البصره وقائد الشرطه طيب. واجرى ممارسات امنيه في شط العرب لمتابعه هذا الموضوع احنا كمنافذ حدوديه موضوع التهريب بهالطريقه هذا مو موجود عندنا بيه. اللي هو خلي صلاحيات خلينا نستغل نروح صلاحياتهم تضمنت مسوده الموازنه فرض رسوم على البنزين والسجائر ما هي اجراءاتكم في عمليه ضبط هذا الموضوع بالنسبه أكيد. للسجائر ب... بالنسبه لموضوع السجائر هذا تعرف موضوع كلش مهم لان إرادة عالي نعم. فاحنا فعلنا موضوع السونارات في م. كل المنافذ الحدوديه اي ارساليه يشتبه بها ماده السجائر مرات يصير بها تلاعب نعم يسوي لك اياها كلينكس نعم. يعني نفس الشكل م. وهي سكار فاحنا فعلنا دور الاجهزه الامنيه اللي موجوده صراحه هيئه المنافذ الحدوديه بعد استلامنا رئاستها نعمل بروح الفريق الواحد نعم. كافه الاجهزه الموجوده الجمارك والضريبه والاجهزه الامنيه وشرطه الجمارك والنقل والماليه وغيرها نعمل بروح الفريق الواحد من اجل منع مرور اي بضاعه مهربه وهذا هذا تعتقد راح يؤدي الى قله المستورد من البضاعه لا بالعكس مثلا بالعكس هذا اذا ازداد راح يزيد خزينه الدوله رسوم خز... عاليه رسوم عالية. عاليه البضاعه ما راح تجي لانه يصير سعرها عالي لا والله تجي ليش ما... ليش ليش عالي طيب ليش ايضا ضمن ليش... خطه الموازنه تحقيق ايرادات غير نفطيه بقيمه 18 تريليون لعام 2021 شلون قاعد تستعدون لهالموضوع ما نستعد... هي نستعد لهذا الموضوع عن طريق احكام السيطره فيما يخرج من البنك المركزي م -م. طبعا هذا خاص بالجمارك بس نعم. انا اتكلم بالنيابة عنهم نعم. لان احنا فريق واحد نعم الجمارك ووزارة المالية مم. تضبط أمورها إلكترونيا بالتعاون مع البنك المركزي إحكام السيطرة على أي فاتورة تخرج من البنك المركزي على أن تجي بضاعة إلى العراق يجب أن تكون هذه البضاعة حقيقية وليس فواتير مزورة هو. احنا كمنافذ حدوديه نعم. وانطلاقا من المنهاج الوزاري لرئيس الوزراء مم. فيما يخص الحقل الخاص بالاستثمار والاقتصاد الفقره سبعه منه اللي هو دعم الحكومه الالكترونيه نعم. تشكلت لجنه الامر الديواني رقم 22 برئاسه الامين العام لمجلس الوزراء يسموا فريق الحوكمه الالكترونيه هذه اللجنه تفرعت الى اكثر من فريق فريق خاص بالدفع ال.. الالكتروني وفريق الاخر برئاستي خاص بالاتمته المنافذ ال.. والجمارك قطعنا شوط الان تقريبا 50% من الاجراءات داخل المنافذ ستكون إلكترونية بجهود ذاتية من هيئة المنافذ وبالتعاون مع الشركة المتعاقدة مع الموانئ البحرية في البصرة حضر رئيس الوزراء مؤخرا إلى الموانئ البحرية وحضر افتتاح البوابة الإلكترونية سيتم التعشيق بين البوابه الالكترونيه طيب. وبين المنافذ الحدوديه من اجل احكام السيطره الكترونيا طيب على هذا الملف هذا هذا عموما هو هذا كله مستقبلي يعني لحد الان لا ما هذا أحقق... موجود هذا موجود مه. احنا استاذ العزيز نعم احنا في العراق نعم اتمنى ان نتكلم ولا ننسى ذلك إيه؟ لا ننسى نحن نفس... في العراق يعني. لا ننسى نحن بالعراق تحديات كثيره وتحديات أوكي. كثيره طيب. وحتى المستورد وحتى السائق وحتى البنى التحتيه مثل ما قال استاذ معين الشوارع مكسره هاي مو مسؤوليتي مه. هاي مسؤوليه الاوزان مسؤوليه الاوزان ومسؤوليه الجهه المعنيه بت... بت... بتهيئه البنى التحتيه مه. طيب. فقصدي احنا نسفر موضوع الاتمته بس الكترون. بس ملاحظه هذا نعم. مهم جدا مه. موضوع الاتمته الالكترونيه اطمئن الجميع الحكومة حققت شوط كبير فلوس ماكو منين تغطون الموضوع؟ منين اغطي الموضوع مو اني المفروض احنا كل من يشتغل بغيرته بغيره العراق الحقيقي طيب. اكو شركات متعاقدة مع جهات قطاعية موجودة مه. احنا عندنا كوادر وطنية عندها كفاءة عالية مه. هذه الكفاءات حضرت امام رئيس الوزراء نعم قلنا لي يا رئيس الوزراء احنا عندنا امكانية نسوي هذا الربط الالكتروني عن طريق هذه الدوائر مه. بارك هذه العملية ودعمنا وصدر قرار بدعم المنصه الالكترونيه للمنافذ الحدوديه. طيب الان هل... المنصه الالكترونيه تعمل في المنافذ الحدوديه نعم بس نحن نعمل بالتدريج, بالتدريج؟ اذا عملت هو هذا قصدي بالمستقبلي؟ إيه لا لا مو مستقبلي مو اليوم انا اذا احكي طيب, كيف صراحة. طيب. نعم. اليوم انا اذا افرض الاجراءات اللي عده موجوده الكترونيه 100% يتوقف العمل في المنافذ اريد الحدودية. انتقل الى سؤال ربما راح تقول لي ايضا على الجمارك اللي هو موضوع تطبيق الـ الـ شروط البرلمان، البرلمان اشترط بقانون الاقتراض ايقاف والغاء الاعفاءات الجمركيه الممنوحه للدول والشركات. نعم. لحد الان انتم ما طبقتوا مما مما شجع مثلا الاردن على انه تزيد السلع اللي تطمع انه العراق يعفيها جمركيا، مثلا هذا مثلا الاردن مثلا من نعم نعم. الكويت و... اكو اكو مجلس تنسيقي عراقي مصري اردني، انا قدمت مقترح مم. إلى وزير النقل هو رئيس الفريق. نعم. قلت له أنا أطالب بإلغاء الاتفاقية بين العراق والأردن مم. لأن أكو تقريبا بثلاث مادة مع فيها من الجمركية طيب. واحنا في ازمه مالية طيب. سجلها معاي معالي الوزير راح يعرضها في هذا المجلس مم. هذا ف... هذا واحد رقم نعم. اثنين مم. تكرارا قدمنا مقترحات بالحكومات السابقة نعم. بصراحة فقط حكومة السيد الكاظم استجابت لهذا الموضوع مم. اللي هي إلغاء الرسوم الاعفاءات الجمركيه والضريبيه لبعض الجهات اللي هي ما محتاجه هذا الموضوع مثلا صوت يعني الجهات الحكوميه دينية جهات الـ مختلف الـ الـ الجهات اي الحكومية جهه حكوميه نعم. اي جهه عندها امكانيه ماديه وعندها نعم. موازنه استثماريه مه. ليش تاخذ اعفاء وتاثر على موازنه الدوله الان الغيت طبعا قرر مجلس الوزراء بالغاء كافه الاعفاءات الجمركيه والضريبيه مثلا اعطيني امثله آه اعترض البرلمان مه. هيئه النزاهه هيئه الماليه في البرلمان اعترضت في هذا الموضوع، الموضوع كان بصراحه ما مدروس بشكل كامل لان يعني صوت مجلس الوزراء بشكل مجمل اكو استثناءات لابد ان تكون موجوده اللي هي جهات حكوميه <applause> احنا عندنا قطاع الكهرباء يحتاج اعفاءات حتى يشتغل بالكهرباء عندنا قطاع الصحه عندنا <applause> أنا ما بقعد عندي وقت عرق للموضوع برلمانيا هذا الغاء الاعفاءات لا لا بالعكس ما عرق البرلمان داعم لهذا الموضوع طيب شنو الجهات الحكوميه وغير الحكوميه اللي الغيت اعفاءاتها يعني اغلبيه يعني الـ الـ الجهات الدينيه الـ المشاريع الاستثماريه اللي هي القطاع الخاص ما لها علاقه بالحكومه ألغيت الاعفاءات مالتها مهم. واحنا كمنافذ حدوديه جهزنا نظام الكتروني خاص بالاعفاءات قبل كان الاعفاء يستغل لي أكثر من مره بطرق ملتويه الان احكمنا سيطره الكترونيه على موضوع الاعفاءات الجمركيه طيب بالنسبه للدول بالنسبه للدول ما عندنا اعفاءات مع الدول ما عدا الاردن مثلاً. ما عدا الاردن هذه هذا الاتفاقيه وقعت في الحكومه السابقه إيه؟ الان قدمنا مقترح تعرف اتفاقيه بين دولتين لا لا ما قضيه مقترح قضيه الـ الـ الاقتراض مشروط من البرلمان بالغاء الاعفاءات من الشركات عن الشركات والدول يقول لك ليش ما تطبقونه؟ الماليه ما تطبقه وانتم بالمنافذ ما تطبقونه احنا بالنسبه كمنافذ حدودي هذا الموضوع لا احد اخذ راينا به ولا احنا ولا احنا مختصين به نعم. هذا الموضوع يخص وزاره الماليه هي المعنيه بمنح الاعفاءات او عوده مره اخرى طيب خليني ارجع الى ضيفي من البصرة وأستاذ معيد عودة سريعة بقى دقيقة واحدة إلى موضوع المخدرات رجاء يعني الحديث ما استوفينا بالجزء السابق أريد تنطيني صورة عن مستوى انتشار المخدرات بالبصرة وعبورها إلى باقي المحافظات نعم يعني في فتره من الفترات البصره كانت هي ممر عن طريق قضاء الفاو وعن طريق ناحيه السيبه المعابر نعم. غير رسمية وعن طريق قضاء ابو الخصيب بسبب الشريط الحدودي نعم. مع الجارة ايران نعم. وكذلك ايضا مع الجار الكويت نعم. من خلال ناحيه سوفان الان حقيقه يعني دعني اكمل لك ما انتهيت به ما نعم. لما أذكره في اللقاء في الموعد السابق إيه؟ ان عمليات الوعد الصادق في البصره انطلقت ب 12 مرحله وفي كل مرحله شملت كل مناطق المحافظه نعم. وهي باشراف السيد محافظ وبي... ويقودها قائد العمليات والاخ قائد الشرطه نعم. وهيئه الحشد الشعبي وقياده قوات حدود والاجهزه الاستخباريه ولوية المغاور المرتبطة بقيادة العمليات ونفذت الحملات بالكامل نعم. في قضاء الفاو مرورا بأب الخصيب وشط نعم. العرب والسيبة والزبير وإلى قضاء المدينة والقرنة في شمال البصرة وناحية الهارثة وحتى في مركز مدينة قبل أربعة أيام فهي 12 مرحلة نفذت لحد الآن ومستمرة ولدينا نتائج إيجابية أكثر من 3600 مطلوب للقضاء كثر من العجلات غير المرخصة والتي لا تحمل لوحات أصولية أو, لا أو تحمل تضليل غير مرخص وبالتالي هنالك أيضا أسلحة غير مرخصة هنالك حملة لنزع الحقيقة الأسلحة من المناطق المنفلتة عشاء وبالتالي كلها ألقت بظلالها على استقرار الوضع في الموانئ والآن هي ممسكة بشكل كامل الحدود، الاخ قائد قوات حدود المنطقه الرابعه طيب. كان في, في كل لي. حمله مشترك ولديه دور فعال في هذا المكان خليني اختم مع رئيس الـ الـ الهيئة, 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 الهيئه استاذ معيد في نعم. بقت عندي اقل من دقيقه اختم مع رئيس الهيئه عن موضوع اعود لاقليم كردستان، منافذ المسيطر عليها وغير المسيطر عليها كانت تمارس نوع من التشويش يعني الـ 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 مثلا تقلل ال الفاتوره على المنافذ مالتها على السلع الداخلة لا فتسبب لا. مشاكل شنو طبيعه هاي المشاكل شلون عالجتوها ولا زالت موجوده القرار اللي اتخذناه اللي ذكرته بدايه الحلقه خفضنا اجور الموازين الجسريه لسلطه بإقليم كردستان م. اذا صار تفاوت بين الاقليم والاتحاد راح يروحوا للاقليم أي. احنا كمنافذ حدوديه م. كل اسبوع كل 10 ايام راح نقدم قرار يدعم المستوردين ويخفض الاجور حتى تصير منافذنا الاتحاديه جاذبه. طيب فيما يخص بل... كردستان موضوع نعم. مهم. نعم. قدمنا مقترح لدوله رئيس الوزراء بفتح مكتب للتنسيق مه. والاشراف والسيطره لهيئه المنافذ الحدوديه في اقليم كردستان والكتاب حاليا موجود في الاقليم ننتظر الاجابه. اداء مه. ومهام هذا المكتب هو التنسيق والتكامل وتبادل المعلومات والزام الاقليم برزامة الزراعيه حمايه منتج موحده تعريفه موحده هنالك خطوات مدروسة لهيئة المنافذ الحدودية من أجل جعل المنافذ الاتحادية جاذبة وليس طاردة هل تعتقدون الاستجابة؟ المواطنين. نعم الاستجابه يجب ان تكون حقيقيه لا يعني اكو مؤشرات على الاستجابه اكو 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 مؤشرات للاستجابه، الوفد الاخير كان كلام معالي وزير الماليه واضح وكان توجه الحكومه واضح انه منافذ الاقليم لازم تطل 50% من الايرادات، منافذ الاقليم لازم تلتزم بالرزامه الزراعيه، منافذ الاقليم وحكومه الاقليم يجب ان تغلق المعابر الغير رسميه هو كنت 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 اريد بالنسبه لاغلاق المنافذ بس بالنسبه لتقليل التعرفه الجمركيه ما كان هذا كانه موضوع يعني تاثير على المنافذ الرسميه بال صحيح يعني قوه المحرك يعني العجلات لان يعني اغلى ما موجود من ايراد يعني من يخطط لهذا الموضوع بحيث يقللون؟ الجمارك الهيئه العامه للجمارك العراقيه ومديريه الجمارك لا لا في الاقليم لا لا بالتعريف بالاقليم اللي يخفضها نعم ليش يخفضها حتى يضرب الـ الـ الوارد بال يخفضها حتى يصير جاذب طيب ليش يعني؟ يعني هاي سياسه ماليه خاصه بالاقليم المفروض يعني سياسه الاقليم الماليه تحاول تضرب سياسه احنا ما نقول تضرب سياسه الماليه للحكومه الاتحاديه بس تعرف انت كل حكومه موجوده او كل وزاره موجوده او كل هيئه موجوده مثل ما انا هيئه منافذ اقدم مقترحات حتى نجح دائرتي ونجح المستوردين وادعم الفلاح العراقي ودعم المستورد العراقي بالتاكيد كذلك هم يريدون مصلحتهم في هذا الاتجاه مه. على المنافذ الحدوديه والجمارك الاتحاديه مه. اتخاذ اجراءات علميه دقيقه فيما يخص حمايه المنتج والرسوم الجمركيه ودعم الفلاح استجابه ودعما و فاتنا مع توجهات رئيس فاتنا جميل. الكثير الحقيقه للاسف الكثير من المحاور كنت اامل مناقشه اعزائي المشاهدين وقت البرنامج انتهى اشكر ضيوف الكرام الواء دكتور عمر الوائلي رئيس هيئه المنافذ الحدوديه سيد معين الحسن معاون محافظ البصره وعضو مجلس هيئه المنافذ الحدوديه ولكم اعزائي المشاهدين وجه جزيل شكري وثنا شكرا جزيلا